بشكل مختلف؟ لا، هو نتنياهو غريق، انما غريق غريق. ليه؟ ما هو غريق عنده ملفات فساد في الغواصات، ازايز الشمبانيا اللي بيقول ساره مش انا، والسيجار مش عارف السيجار هيديها لمين، علب السيجار دي على مدار سنوات بقيمه فلكيه يعني، طبعا. وده مسجل مكالمات. ده فهو الشرطه الاسرائيليه هي اللي عندها التسجيلات كمان. بالظبط، فالجانب اللي هو فيه النفعي اللي هو اليسار المعارضه بتقول انت يعني عشان تنقذ نفسك بتورطنا مع مصر، انت عشان تنقذ نفسك بتدخلنا في متاهات. والموضوع الكبير اللي كان اثار ضجه اللي هو زيارته لترامب الاولى اللي كانت يوم الاربعاء دي ضد نتنياهو نفسه، يعني طبعا نتنياهو نفسه مش عايز حل الدوله واحده، هو ملتزم من منذ 2009 بحل الدولتين، ان هو قبيل الانتخابات قال انا ملتزم بحل الدولتين ودي تعهدات وما تراجعش عنها من ساعتها.